اتكلم على دور الاسهم مباشره بقى يعني في جثث شفت جثث ضحايا ايوه شفنا جثث وانا شلت الجثث كام بقى عددهم هم اكتر الجثث بس ما اقدرش احددهم لك كام يعني فانا كنت يعني. متلاقي فيهم وكنت اشيل فيهم طب والمصابين مفيش مصاب كانت اغلبيه الناس متفحمه كلها يعني متفحمه يعني حريق مش اكتر بس واحده وحدانيه بس هي اللي حصلنا عليها اللي كان معاها بطاقه وكان معاها كارنيه تمام بطاقه وكارنيه والفيزا بتاعتها وساعه وكانت علبه الذهب دي اللي هي اللي سلمناها لامين الشرطه واللور بتاع الحمايه المدنيه لكن في ضحايا الله ده جرار جرار بس جرار بس هو انقلب لا دخل انت ممكن تصوره هنا